نذهب إلى ضيفنا عبر الهاتف من لندن السيد أحمد أصفهاني الكاتب والمحلل السياسي. سيد أصفهاني، بريطانيا آخر تصريحات صدرت عنها ربما تقول يجب على الفصائل الفلسطينية أن توقف القصف على مدن إسرائيلية، لم تتحدث عن الفلسطينيين، لم تتحدث عن وقف التصعيد على قطاع غزة. كيف يمكن فهم هذا الموقف البريطاني حتى الآن من ما يجري في الأراضي الفلسطينية؟ يعني الحقيقة أن من يراقب ما يجري ليس فقط في بريطانيا، في أوروبا بمجملها يدرك ويرى أن هناك موقفا أوروبيا منحازا تماما إلى إسرائيل. هذه ملحوظة، ويجب أن نفرق هنا بين الرأي العام، المظاهرات التي جرت في المدن الأوروبية دعما للفلسطينيين واستنكارا للعدوان الإسرائيلي، هذا شيء، تحرك الرأي العام شيء، والحكومات شيء آخر تماما. بريطانيا حاليا تتخذ الموقف الأمريكي، وأوروبا بشكل عام بدأت تتخذ هذا الموقف، أي أنها تميل تحديدا إلى الموقف الإسرائيلي وتحمل الجانب الفلسطيني مسؤولية ما يجري، وهذا خطير جدا في رأيي، لأنه يغير معادلة الموقف الأوروبي. الموقف الأوروبي دائما كان يحاول أن يحقق نوعا من التوازن، هذا التوازن فقدناه خلال الفترة الماضية، ومن الأمثلة المعبرة عن ذلك موقف من النمسا مثلا. النمسا كانت معروفة لأنها دائما على الحياد، وأنها هي التي تحضن اللقاءات من أجل معالجة المشاكل الدولية، اتخذت موقفا مؤيدا لإسرائيل ورفعت الأعلام الإسرائيلية على بعض الأبنية الحكومية تأييدا لما تقوم به إسرائيل. هذا يعطينا فكرة عن الموقف الأوروبي. ما السبب؟ ما الذي دفع هذه الدول لتؤيد إسرائيل على حساب الفلسطينيين في ضوء هذه الصور التي تخرج من قطاع غزة واستهداف للمدنيين الآمنين وأكثر من 60 طفل حتى الآن شهيدا في قطاع غزة؟ هذا صحيح، كما قلت قبل قليل يجب أن نفرق بين الرأي العام الشعبي الذي تؤثر به هذه الصور وبين الحكومات. الحكومات عمليا تاريخيا أخي العزيز، أوروبا كانت تحاول أن تتخذ موقفا حياديا، لكنها عمليا نظر أرض الواقع تؤيد إسرائيل. سأعطي مثالا آخر، خلال السنوات القليلة الماضية، سنتين الماضيتين، تم تشريع قوانين في أوروبا من أجل معاقبة أو محاربة حتى من يدعو إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية. هذا يعطينا في رأيي فكرة عن الموقف الأوروبي، ولا يمكن، أنا من وجهة نظري لا يمكن التعويل على موقف حيادي أوروبي. بالعكس، أوروبا الآن التحقت بالموقف الأمريكي وسلمت أوراقها له. طيب ثم ماذا بعد في ضوء ما ذكرت؟ هل يمكن أن يتغير هذا الموقف الأوروبي مع قادم الأيام؟ المطالبة بالتهدئة، الدخول على الخط، اليوم باريس كان لها تصريحات وخطوات من بعض الدول منفردة من أجل وقف التصعيد. وقف التصعيد هذا صحيح، وهناك ضغط شعبي على هذا على هذا الصعيد، لكن الحكومات لا ترد عادة على هذا الضغوط، على الضغوط الخارجية أو الضغوط الشعبية. تاريخيا لم تكن تقدم تنازلات. سنسمع كثيرا بعض الأصوات الحكومية كما تفضلت، باريس وغيرها، مما يندد أو يدعو إلى اطلاق النار، لكنهم لا يحاسبون من يرتكب الجريمة. ما تقوم به إسرائيل في غزة يتجاوز كل الخطوط الحمر فيما يتعلق بالقانون الدولي وتجنيب المدنيين الخسائر وتجنيب المدنيين دفع الثمن الباهظ. لا يوجد موقف أوروبي معاقب. الموقف الأوروبي يكتفي الآن بالبيانات التنديد فقط. أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد أصفهاني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.